اوجد القاسم المشترك اكبر العددين، انا عطاوني هاد العددين خصني البي جي سي دي تاعهم. ما معنى البي جي سي دي؟ هو بلو غروب كومان ديفيزور بي جي سي دي. صافي نروح هنايا 5148، تبعوا معايا 5148 ماذا تساوي؟ ندير العدد الاول 3400 شحال هذه؟ 56 ضرب عدد، بعد ما درت هذا العدد زائد عدد بالكالكيلاتيس كيفاش نحسبوا يا جماعه؟ شوفوا واش ندير، نديروا 5148 تقسيم 3456 تساوي، شوفوا واش عطاتني، عطاتني 1.489. اش ندير؟ ندير ناقص 1 بالكالكيلاتيس كيما راني ما بلا حتى حد، ندير ناقص 1 اش عطاتني؟ 0.48 0.48 انا واحد نكتبو هنا، شتو هذاك الواحد اللي نقصته؟ نكتبو هنا نقصته هنا يعني نقصته، نكتبها قبل ما نقصها نكتبها، معناتها هاد العدد ضربناه في واحد وشحال نزيدو راكم تشوفوا هذاك اللي نقص واحد عطاني 0.48955 هذاك العدد فاش نضربها؟ نضربها في العدد نقسم عليه ضرب 3456 3456 هذه طريقة مليحة يا جماعة، عطاتني 1692 زائد 1692 خرجت لك هكا؟ وانت خرجت لك هكا؟ من بعد شنو نديرو؟ ندير العدد الكبير هنا 3456 ماذا تساوي؟ ندير العدد الصغير لها 1692 مضروبة في كم؟ ونزيدو لها كم؟ كيفاش ندير يا جماعة؟ عندي 3400 3456 تقسيم 1692 شطاتني عطاتني 2 فاصل، نكتب لي 2 هنا يا جماعة ونروح ننقصها من الكالكيلاتريس ناقص 2 يدير ما بغيش خارج وداخل، عطاتني 0.04 هذاك العدد اللي جبتو نضربه في العدد هذا اللي قسمنا عليه ضرب 1692 شحال طلبنا؟ لا 72 جيد، راكي تغلط انت في الكالكيلاتريس راكي غلطة، ماكيش غلطة لا ميطود غير عندك راكي فاهمة بصح الكالكيلاتريس راكي تغلطي، عندك ركزي تركيز هنا راكي وحدك كي تكوني في الفرق الاختبار ونعرف بلي الفكرة هذه راني فاهمها وراني عارفها ونحط راسي في وقتي ونبلع وذني ما نسمعش للناس باسكو يغلطوك، نكمل هنا يا جماعة شوفوا معايا اللي عارف انا عارف على روحي نشوف اصحابي ومنو يغلطوني، نروح العدد اللي بقالي هو 1692 ماذا يساوي؟ 72 ضرب عدد زائد عدد عندي 1692 تقسيم 72 عطاتني 23.5 نكتب 23 هنا ونقصها منها 23 تساوي ضرب ليش العدد اللي ستون في 72 ضرب 72 شحال عطاتني؟ 36 من بعدها عاد العدد الكبير هو هنا اللي بقى لي هو 72 ماذا تساوي؟ 36 ضرب 2 زائد ها 36 ضرب 2 تعطيني 72 بلا ما نروح الكارك هذه نعرف اذا اخر باقي معدوم هو صفر اخر باقي غير معدوم هو اذا البي جي سي دي تاع 3456 و 1692 هو شحال؟ 50 ولا 5 5148 هو شحال؟ 36 هذه صعبة ولا سهلة؟ من بعد قال لك اختزل الكسر معناتها هذه على هذه 5148 تقسيم 3456 باش نختزلوها لازم هذا العدد نقسموه في جي سي دي 5148 تقسيم 36 وهذا 3456 إذا غلطت في الكتابة ولا ننطق الصح ونكتب الغلطة كل معنى تساوي إذا قسم لنا 5148 ليش أنا 148 تقسيم 36 شحال تساوي 143 143 وهذه 3456
تقسموها على 36 وتساوي 96. صبت هذا العدد؟ كما قلنا 36. راكم تشوفوا هذا العدد، هذا غير قابل للاختزال، راكم تشوفوا مختلفين صحيح. شوفوا قال لك بين ان العدد ا يساوي 2. الأ شحال؟ ها هو الأتان، ها هو الأتان. أ يساوي 548 على 3 4 56 زائد 7 على 12 تقسيم 8 على 7. هذا العدد يساوي هذا العدد، هذا هو واحد. ماذا يساوي؟ 143 96. أ تساوي 143 على 96 زائد 7 على 12 تقسيم 8 على أولوية الحساب. أنا عندي قسمة وعندي زائد أولوية الحساب. أولوية الحساب لمن؟ للقسمة. جيد جدا. ندير أ تساوي 143، ما تخليش على العدد، نخليه 96 زائد ماذا؟ 7. هي مكتوبة هكا يا جماعة، 7 على 12 تقسيم 8 على 7. هذه صحيح، امحيها. اللي يهمنا هو الفهم ماشي الكتابة يا جماعة. أنا كي تفهم ما يهمنيش. أ تساوي 143 على 96 زائد، هذه كسرة على كسرة معناتها نضرب في المقلوب. جيد، راك فهمتها؟ بلا ما نهضر. 7 هذه قريناها صاي ضرب. هذه 8 على 7 كيقول المقلوب تاعها شي يولي 7 على 8. أنا نحلو بالديطا يا جماعة، مانيش ندير أسبوع ومانيش نصوتو. 96 هذا دائما نكتبوه زائد نخلو كيما راه. كسر ضرب كسر، عددين ناطقين نضربهم في بعضهم، معناتها شنو ندير؟ ضرب بسط في البسط ونضربها في المقام. هذه في هذه وهذه في هذه، معناتها 7 ضرب 7 و12 ضرب 8 وتساوي 143 تقرا معايا زائد 7 في 7 49 12 في 8 96. جيد، طب 96 بلا ما نحسبوا الفرق هذا بيني. إذا كسر 96 وهذا 96 وعندنا هنا جمع، معناتها شنو تساوي أ؟ ندو المقام المشترك 96 مقام مشترك ونجمع البسطين زائد 49 شنو تساوي؟ 182 182 شحال تساوي؟ 192 192 تقسيم 96 ماذا تساوي؟ 192 تقسيم 96 تساوي 2. وراء 2 يضرب أ تساوي 2 يضرب. هذا التمرين جمع لنا زيدكم ضرب، وصلنا النتيجة صح. قال لك أ تساوي 2 ولا تساوي 2؟ سهل ولا صعب؟ على انتم تصعبوها تضربوها تضربوها، كل شيء باين، كل شيء قريته. وين ما يحط لكم تمرين الشيخ ما قريناش، الاستاذ ما غاديش يعطيكم كتر مالكم، يعطيكم تمرين شغل مثال واحد، بصح انت تزيد تبحث في الدار، تحل تمرين فلاني، تزيد تحل تمرين اخر، تزيد تجيب تمارين الشيخ هذا ما فهمتوش كيفاش نديرو، ما تروحش الحابس، ما تروحش زعما صاي بي جي سي ديني فهمتها، انا درتكم تمرين يا بحر، صاي؟ فكرت من الدرس؟ من الدرس.